صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالخير والحب والسعادة، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة هو برنامج إذاعي يومي من الأحد للخميس من الساعة 10 إلى 11 الصبح، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر أثير إذاعتكم المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. هاي تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. وخلونا الحين نرحب بفريق عمل برنامج ويانا. عدنا في الإخراج الزميل نمر محمد، وبالإعداد الزميل يوسف سعد، وبتشاركني الحلقة وياكم بإذن الله اليوم الأخت آمنة العلي. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. هلا فيك دكتورة، صباحك خير وسعادة. صبحكم الله بالنور. أعزائي المستمعين، راح نكون إياكم اليوم إن شاء الله على مدار ساعة من الحين، ويسعدني مشاركتكم عبر أرقام التواصل 600551414، واللي حاب يتواصل عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. تواصلكم واقتراحاتكم أو حتى ملاحظاتكم أكيد تهمنا وتسعدنا. شهدنا أمس أعزائي المستمعين احتفالات الدولة بيوم غالي على قلوبنا كلنا، هو يوم العلم. وهيئة الصحة بدبي احتفلت بهاليوم وسط أجواء من المشاعر الوطنية، واصطف المسؤولين وموظفين الهيئة من كوادرها الطبية والإدارية خلف العلم في مقر الإدارة العامة للهيئة ومختلف المواقع والمنشآت الطبية التابعة لها من المستشفيات والمراكز الصحية. اصطفوا تحية تقدير لرمز العزة والفخر، وتعبيرا عن مشاعر الانتماء لهذا الوطن والولاء لقيادات الدولة. والجميل بهالمناسبة أن اللي رفع العلم في هذا العام هو أحد أطباء هيئة الصحة بدبي بجانب ممرضة، وكان هذا في مقر الإدارة العامة في هيئة الصحة بدبي. وطبعا هذا يدل على تقدير الدور الكبير اللي قام به خط الدفاع الأول من أجل حفظ الأمن الصحي للمجتمع. وبهاي المناسبة رفع سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي باسمه واسم جميع العاملين في الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظها الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى جميع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات. وقال إن هاي المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا كلنا هي فرصة لتجديد روح التحدي والعمل والإنجاز، لتبقى دولة الإمارات دائما في مصاف الدول المتقدمة، وليبقى علمها شامخا خفاقا في جميع المحافل الدولية ورمزا مميزا للخير والسلام. وأضاف سعادته أن الاحتفال بيوم العلم هذا العام يواكب الانطلاقة الجديدة للخمسين عاما القادمة نحو المزيد من الازدهار والرقي، لذا فالاحتفال له رمزية خاصة تعكس تكاتف الشعب وراء قيادته الرشيدة، إلى جانب تأكيده على تحقيق التقدم في مختلف مواقع العمل وميادين الإنتاج للمحافظة على ما حققته الدولة من مكتسبات وما تطلع عليه من مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة وكل من يعيش على أرض الإمارات. ومن جانبه قال الدكتور علوي الشيخ نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي إن المناسبات الوطنية إلى جانب ما تحمله وما تستهدفه من المشاعر وتنمية الحس الوطني فإنها تمثل أيضا حافزا مهما لتعزيز مبادئ المسؤولية تجاه علم الدولة وما ينبغي أن نقوم به وما ننجزه من أجل أن يكون علمنا هو عنوان الريادة في مختلف المجالات وخاصة في المجال الصحي الذي يمثل محورا استراتيجيا مهما على طريق التنافسية العالمية. ونحن بعد بدورنا
من برنامج صحة وسعادة نحب نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الغالي هاي المناسبة الغالية، ونسأل الله أن يحفظ إماراتنا من كل شر ويديم علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم آمين دكتورة. أعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم دائما في برنامج صحة وسعادة ناخذ أول فقرة واللي هي مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلتي أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. صبحك الله بالخير والنور والسرور يا أسماء. ناخذكم في جولة. أول شيء الناس البارحة كانوا يعني فعلا وايد أكتف على وسم يوم العلم، الكل كان يشارك مشاركات، اللي في دوامه واللي مع الحضانة واللي ساير مع عياله في المدرسة، يعني كانت أجواء جدا جميلة في قنوات التواصل الاجتماعي يوم أمس. وغالبا الاحتفالات تبدأ من يوم العلم لين اليوم الوطني، فالناس يكونون أصلا الشهر كله احتفالات، هم بيروحون بيحصلون احتفالات. الله يديم إن شاء الله يا رب الاحتفالات على بلادنا ويديم الأمن والأمان يا رب. اللهم آمين. أني نأخذ شوية بعض الأشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي من ضمنها. نحن نبدأ حاليا في شهر نوفمبر، في الغالب يزيد عندنا التوعية بشهر أو النصائح الخاصة بصحة الرجل. نتمنى من الجميع يتابعون خطة نوفمبر الرجال وحتى النساء، لازم يعرفون عيالهم، زوجها، أبوها، أخوها، كيف التعامل معه. وأحيانا دورنا نحن أيضا أن نحن نأكد أنه يعني حتى إذا كان يعني شوية الرجال ما يهتمون في صحتهم، خصوصا لما يقولون لا يعني هذا عادي ولازم أتحمل، لكن كلنا سواء كان رجل امرأة طفل لازم في حال وجود أي أعراض نحن لازم نروح راجع الطبيب المختص، على الأقل طبيب الأسرة عشان نطمن. نعم، يعني اسمه نقدر نقول حق المستمعين إن نحن إن شاء الله في شهر نوفمبر بنكون على وسائل التواصل الاجتماعي نشيطين فيما يخص صحة الرجل. صحة الرجل وأيضا اللياقة البدنية، بما نحن في شهر النشاط الحيوية، شهر دبي، تحدي دبي لللياقة، هل الاثنين بيكون الأكثر معلومات الأكثر يعني اللي راح ننشرها في قنوات التواصل الاجتماعي خلال هالفترة. نعم، نترقب اسم المحتوى الجميل اللي بتنشرينه لنا. الله يسلمكم إن شاء الله. فأيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها، خصوصا دامنا اليوم خميس ونيس وباتر إجازة، من الأشياء اللي نحن نحب ننصحها أو النصيحة اللي نقولها للجميع في يعني ختام المشاركة، هنا مجموعة من النصائح اللي نحن نتمنى أنهم يطبقونها خلال عطلة نهاية الأسبوع. واحد، يهم جدا مهم جدا الإكثار من شرب الماء وتناول الغذاء الصحي، والأهم أن أخذ قسم النوم. الجو قاعد يتعدل والناس الحين تبدأ تسهر وساعات النوم تبدأ تقل، وهذا راح يأثر أيضا على صحتهم النفسية. فدائما أكد أن عطلة نهاية الأسبوع لازم أنهم ما يسوون شيء له علاقة بالشغل، يستمتعون يتمون مع هذهم على الأقل يوم واحد يخصصونه في الأسبوع، أنه يعني يكونون نفسهم ما يشتغلون وما يسوون أي شيء ثاني ممكن يزيد عندهم التوتر، يفصلون من كل شيء. صحيح، احنا ننصحهم دائما بعد أسماء يسيرون نكسبوا بعد الجو وايد والقرية العالمية الحين بعد القرية العالمية وايد يعني ما شيء عذر الحين. وحتى دكتور الحين يعني في كثير من الأماكن الموجودة في الدولة مثل خطكان، وحتى فيها وايد من اللي انت يسمونهم الأندر أكتيفيتيز، الفعاليات الخارجية الحلوة اللي ممكن يستمتعون فيها في العطلة. بلادنا حلوة الحمد لله وفيها أماكن وايد جميلة، بس الواحد يعني يرتب وقته ويسوي جدول لهالأماكن. والأهم أن يمارسون الرياضة والهوايات وتطيد العلاقات الصحية مع غيرهم. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة. شكرا لك أختي أسماء. شكرا لأسماء الجناحي على هاي المعلومات الجميلة اللي قدمتها لنا قبل الفاصل. أعزائي المستمعين، مستمرين معاكم في برنامج صحة وسعادة، وبنرجع بعد الفاصل مع تحدي دبي لللياقة ومشاركة هيئة الصحة في دبي. انتظرونا. صحة وسعادة.
رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. في برنامجنا دائما نتناول آخر الأخبار الصحية والعالمية ونتناول الأخبار اللي تهمكم وتهم كافة أفراد المجتمع. والحين طبعا مثل ما نعرف تحدي دبي للياقة، وأكيد ما في حد أفضل من أستاذ حمزة عباس مدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية في هيئة الصحة بدبي ليحدثنا عن هذا الموضوع. صباح الخير أستاذ حمزة. صباح النور. يا هلا والله. يا هلا فيك، نورت برنامجنا أستاذ حمزة. يا هلا والله أنت بوجودكم أستاذ حمزة. حبينا نعرف منك بصفتك يعني كابتن سابق في أندية دبي، هل لك أن تحدثنا عن قيمة ممارسة الرياضة ودورها للمحافظة على الصحة واللياقة البدنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. السؤال كما تعرفين عن خبرات هذه الرياضة تأثير إيجابي وقوي على صحة الإنسان بصفة عامة، يعني بغض النظر عن عمر الشخص اللي مارس الرياضة، نوع الرياضة أو جنسه أو شيء، وقدرة الشخص البدنية عشان يمارس النشاط الرياضي. والثاني شيء لو تعرفين أن الناس اللي يمارسون تمارين الرياضة بصفة عامة يشعرون بالراحة والسعادة في حياتهم بشكل عام، لأن ممارسة الرياضة بانتظام تعكس على الصحة البدنية وعلى الصحة النفسية للناس جميعا. شكل مثل يقول العقل السليم في جسم سليم. نحن جسم سليم وين بنيه إذا ما نمارس الرياضة؟ وبالتالي لا يأتي إلا بدون ممارسة الرياضة دائما والتغذية والنوم السليم، دائما الإنسان يكون بصحة جيدة بصفة عامة، يعني بغض النظر عن عمر الإنسان. يعني ونحن نلاحظ يعني في مدينة دبي ما شاء الله كل يمارس الرياضة 95% يمارسون الرياضة بانتظام، وبالتالي دائما يكونوا صحتهم. لو تسوين الصالات والجمات الموجودة في دبي كل الناس الشباب يمارسون الرياضة ويمارسون نشاط رياضي يوميا، يعني بغض النظر عن برنامج تحدي دبي 30x30. نعم، وطبعا استاذ حمزه هذا ينبع من يعني القدوه. نحن هني في دبي دائما نشوف القياده الرشيده ما شاء الله كل انواع الرياضة، نشوف ممارستهم لهذه الانواع من الرياضه، فتحس ان الشعب كله يقتدي بهم، وكذلك نشوف ان المجتمع كله يمارس رياضه، فتحس عمرك غريب اذا ما تسوي رياضه في اليوم. بالضبط. نحن لو تعرفين حكومة الإمارات بصفة عامة نتكلم، ومدينة دبي بصفة خاصة، ما شاء الله في مضامير المشي الجري للدراجات في كل أماكن في كل مدن كل فرجان في دبي كل مكان فيه، يعني إنسان ما عنده أي عذر إنه ما يصير يمارس نشاط رياضي في أي وقت، يعني عشان يحافظ على صحته وعلى إنتاجيته في العمل. إنسان دائما يمارس أي نشاط رياضي فتلاحظين عنده إنتاجية، يجي العمل هو نشيط مو بيه وكسلان وما يقدر ينشن على كرسي. بالتالي الرياضة يعني الحكومة ما قصرت، الباقي علينا نحن نصير نمارس النشاط في الأماكن اللي سوونا جهزونا، يا يقولون يا 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 سكان دبي يا الشعب يا المجتمع تعالوا مارسوا نشاط رياضي. وبالتالي أنا أنصح الناس جميعا يعني أن يمارسون نشاط رياضي لصحتهم في المقام الأول يعني. أكيد. إنزين أستاذ حمزة، أنت ذكرت أنه يعني الحمد لله رب العالمين حكومتنا وفرت لنا كل الإمكانيات وشجعتنا أن احنا نمارس الرياضة ونخليها يعني كنمط يعني يومي لحياتنا، شو دور تحدي دبي اللياقة في تعزيز صحة المجتمع؟ بخصوص مبادرة تحدي دبي للياقة 30 في 30، هاي السنة الخامسة. تحدي دبي للياقة يعني صراحة أثر تأثير كبير في زيادة ممارسة الناس للرياضة لمدة شهر، بما أن الناس تمارس الرياضة طول السنة. تحدي دبي للياقة في النهاية نقوله احتفالية سنوية بخصوص اللياقة البدنية والحياة الصحية، وهم يسوون يعني جدولهم فعالياتهم، رياضة ترفيهية في رياضة اللياقة البدنية في مشي جري. الهدف منها في زيادة النشاطات البدنية والصحية في مدينة دبي، وشجعون الناس وسكان مدينة دبي أنهم يتبعون أسلوب اسمه أسلوب حياة صحية وأكثر نشاط في حياتهم. وبالتالي هم يحاولون قد ما يقدرون يعني كل سنة يكون شهر لمدة 30 يوم، بما أنهم يعرفون بعد طبعا
ان الناس تمارس نشاط كل سنه، بس هذا للتذكير للناس، وما شاء الله عليهم يسوون فعاليات في معظم اماكن في دبي. حتى السنه ما شاء الله في اكسبو في مركز اللياقه البدنيه كبير وشيء جميل وحلو، في جميع انواع الرياضه، وفي ناس هناك في اكسبو يمارسون نشاط رياضي كل يوميا، وفي عندنا في الحدائق مسوين برامج وفعاليات يوميا للي ما يمارس في كايد بيج. صحيح. في اخواني في كل مكان، الناس هذه جماعه اللجنه المنظمه لبرنامج تحدي دبي للياقه قايمين بعملهم، يجهزوا كل شيء ووفروا، يقولوا يا ناس خلال هذا الشهر انتم مارسوا رياضه، انتم تمارسون رياضه في حياتكم اليوميه، بس في هذا الشهر نبغى نذكر الناس بهدف من الرياضه ان يكون اسلوب حياه لكل انسان. يعني دائما الانسان يمارس نشاط رياضي خلال 30 يوم يتعود عليه. صحيح. في النهايه يعني تحدي دبي للياقه، يعني تحدي دبي للياقه هو فرصه للناس اللي متعودين يمارسون الرياضه انهم يتعرفون على رياضات جديده او يجربون اشياء جديده، وللناس اللي ما يمارسون الرياضه بعد فرصه انهم يتعودون، مثل ما ذكرت ان الواحد لما يعني يتم لين 20 يوم او 25 يوم يمارس عاده معينه خلاص يتعود عليها، فهم بالتالي يكتسبونها كنمط حياه حياتهم. يعني بالضبط، يعني هم ما قصروا ووفروا لنا كل اماكن. الحين نروح نشوف مجمعات رياضيه مسوين جميع انواع الرياضه مسوين. يعني يقولوا لك يا انسان تعال انت مارس نشاط رياضي خلال 30 دقيقه او امشي 10 خطوات 10000 خطوه. صحيح، هو بالتدريج يعني طبعا دقيقه و10000 خطوه عندك. نعم استاذ حمزه، انت قلت لي هات اليوم عادي حتى لو مو ب 10000، ليش تقول حق المستمعين بس 10000؟ قل لهم انه عادي يستوي 7000 6000 3 رياضه ما له علاقه. بس هم يعني انسان اقل شيء يسوي في حياته يوميا 30 دقيقه اقل شيء. صحيح يسوي. صحيح. بس انت ممكن تمارس ساعه ساعتين ثلاث تمارس الرياضه ما له علاقه بالموضوع. حسب قدرة الإنسان وحسب يعني. أستاذ حمزة هذاك اليوم كلمني يقول لي إنه لو ما سرتي مشيتي يعني لو ما كملتي 10000 خطوة على الأقل سوي أي نوع من أنواع الرياضة لمدة نص ساعة. وصراحة أنا يوم أشوفه أتشجع يعني، لأنه هو يدش علينا بهاي الطاقة الحلوة. ممكن أنت إذا في البيت في بيتكم ممكن نسوي نشاط رياضي في البيت في البيت. صح، على الدرج عادي بسهولة أصعد وانزل. عندك دراجة في البيت، عندك تريدميل في البيت، أي جهاز عندك تمشين. ما شاء الله الناس يمشون فجر الصبح يمشون. هي ما شاء الله ما شاء الله قبل ما يصير. أنا عن نفسي في أيام الإجازة على 5 الفجر أمشي. حتى موظفين عندنا ما شاء الله عندي زميلتي معي. عندنا عندهم دراجات. هي. حتى البنات بعد عندهم دراجات. هي مثل العادة خلاص اكتسبوها وتعودوا عليها. صحيح. كل واحد يحافظ على صحته في النهاية. زين أستاذ حمزة خبرنا عن هيئة الصحة وشو البرامج اللي بتشارك فيها في هذا التحدي المهم. زين. هيئة الصحة الحمد لله نحن من بداية مبادرة تحدي 30x30 الحمد لله من خلال اللجنة الرياضية والأخوان الولاي في اللجنة أنسى اسم حد جميعا يعني ما مقصرين، وبالتعاون مع إدارات المنجية وإدارة الإعلام خاصة بعد الأخوات وأخوان في إدارة الإعلام على رأسهم أخ خالد جلاف موفرين لنا نحن كناحية إعلامية كل شيء، يعني كل شيء نقوله ما يقصرون معنا. وبالتالي نحن عندنا برنامج وطرشنا لدارة الإعلام برنامجنا نسوي في المستشفيات برامج رياضية مثل اليوغا. حتى اليوم الصبح الساعة 7 نحن مشينا في مستشفى لطيفة مع الممرضين والأطباء والإداريين، مشينا نص ساعة. أنا توني جاي من عندهم. ما عزم ما أخذنا وياك. أنت عندكم برامج تلفزيو إذاعة. لا والله مشينا اليوم الصبح مديرة المستشفى منى سهلك وفاطمة مصبح والمجموعة اللي موجودين هنا. نعم. الشباب والبنات مشينا حوالي. شو كانت التجربة يعني؟ شو كان الجو؟ شو حسيت؟ لا بالعكس وايد استانسوا. أصلا ما شاء الله مستشفى لطيفة أستاذ حمزة. يوغا بعد. هي ما شاء الله أصلا مستشفى لطيفة أستاذ حمزة، الطبيعة الموجودة فيه والنيرسات دائما يمارسون الرياضة. مستشفى الثانية يأخذون بحذوهم يعني صراحة. نعم ما شاء الله ما شاء الله مهتمين. اليوم كنا هناك موجودين وما قصروا ويانا و. برامج كان حلو وجو كان حلو بعد شجع واحد يمارس نشاط رياضي. زين لحقت تشارك ويانا؟ انا كنت خايفه ما تلحق. ممرضين وممرضات كانوا موجودين بعد، يعني كملنا حوالي 200 شخص فيه 300 شخص الحمد لله. ومشينا اليوم الساعه 7 عندنا برنامج يوغا قلت له بين في المستشفيات بنسوي في المراكز الطبيه مالنا بنسوي عندنا اليوم عندنا كره سله اليوم نسوي كرة سلة بنلعب كرة طائرة حق موظفين الهيئة يعني
أي موظفين هيئة اليوم. وهذا شيء جميل يعني أن أنتم تحاولون تسهلون هذا الشيء في مكان عملهم. نحن يعني الحمد لله في هيئة الصحة عندنا ملعب كرة قدم، ملعب ملعبين تنس، ملعبين طائرة، ملعب سلة، عندنا موظفين دائرة يمارسون طول السنة يمارسون نشاط رياضي، طول السنة هم شغالين. عندنا برنامج مشي تاريخ 12 على شاطئ ممزر صبح الساعة 7 إن شاء الله. عندنا وايد برامج، عندنا الحمد لله إن شاء الله جماعة الموجودين ما بنقصر، نبغى بس من الموظفين هي أنهم مشاركين. يعني احنا كل يوم بتكون عندنا يعني مثلا برامج متنوعة تزامنا مع تحدي دبي طول أسبوع الحدث تحدي دبي للياقة. نعم أستاذ حمزة، إذا بتوجه كلمة للمستمعين اللي يسمعونك الحين بخصوص تحدي دبي للياقة وبخصوص الأنشطة الرياضية، مو خاص بس تحدي دبي للياقة، للجميع أن يمارس الرياضة. الحكومة وفرت وما قصرت في إنشاء مضامير لممارسة الرياضة في كل مكان، في أي مكان في مدينة دبي بتحصل، أي مكان. ما حد يقول والله بعيد علي في جميرة أو بعيد علي في إخواني، جابوا المضامير وسووا مكان تمارس الرياضة عند باب بيتك، وبالتالي أنت كإنسان ما عليك أن أنت تقوم تروح تمارس الرياضة في اليوم قد ما تبى، ساعة ساعتين نص ساعة، مو بشرط تروح صالة. في مضامير موجودة في الفرجان اللي موجودة، مو بلازم توصل للجيم تقول الجيم بعيد وهذا أدفع بيزات وهذا، لا، ويوفروا لك عندك. وبالتالي أنصح جميع الناس يمارسون نشاط رياضي في أي مكان حتى في بيت العاد. تحدي دبي للياقة يذكرونك إن يا إنسان قوم مارس نشاط رياضي خلال هذا الشهر، ويكون عندك أسلوب حياة لممارسة نشاط رياضي طول السنة في حياتك. يعني هذه تساعد في ممارسة نشاط في الدوام، في نشاط العمل، لصحة القلب، للكوليسترول، الدهون اللي عندك، كل ممارسة نشاط رياضي. وهذا إن شاء الله تكون صحتك جيدة إن شاء الله، وأتمنى للجميع صحة إن شاء الله. أتمنى لهم الصحة والسعادة يا رب. شكرا لك أستاذ حمزة عباس مدير المشروعات والأنشطة الرياضية والاجتماعية في هيئة الصحة في دبي، يعني على هذا الحديث الممتع والمشجع. والصراحة الحين اللي مفروض اللي سمعنا يتشجع أنه يسوي رياضة. ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في برامجكم، ونلقاكم بإذن الله في حلقات جاية. ما قصرتوا، مشكورين. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نكمل وياكم آخر فقراتنا لهذا اليوم، وفقرتنا بتتكلم عن مشكلة يعني يعاني منها كبار المسنين. تريونا نرجع لكم. صحة وسعادة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600-551-414، واللي حاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. ذكرنا قبل ما نطلع الفاصل إن رح نتكلم فقرتنا الأخيرة عن مشكلة يواجهها كبار يعني السن، وهي مشكلة الأرق أو عدم النوم حسب الساعات المطلوبة، واللي يحتاجها كبير السن للحفاظ على صحته العامة. وتهتم هيئة الصحة دائما بهذه المشكلة وغيرها من المشاكل المتعلقة بكبار السن، وتركز عليها وتحرص كل الحرص على إيجاد الحلول المناسبة لتفاديها وعلاجها. وعشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن تكون ويانا عبر الهاتف ضيفتنا الدكتورة سلوى السويدي، استشاري طب المسنين ومدير مركز سعادة كبار المواطنين في هيئة الصحة بدبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة سلوى، ومرحبا بك في برنامج صحة وسعادة. يا هلا دكتورة، صباح الخير. وصباح الخير للمستمعين. صباحك حب وسعادة. دكتورة، بداية خلينا نتعرف منك على يعني عدد الساعات المعتمدة علميا للنوم عند كبار السن. طبعا حديثنا اليوم عن موضوع وايد مهم، هو اضطرابات النوم أو ساعات النوم لدى كبار السن. هاي شغلة وايد مهمة وتأثر على على حياتهم والكواليتي، نوعية حياتهم بشكل كبير جدا. لما نتكلم عن معدل طبيعي، كبار السن نعتبرهم حالهم حال الأدلت، يعني البالغين. كل البالغين المفروض أنهم يحتاجون من 7 إلى 8 ساعات نوم يوميا. طبعا هذا الشيء
يختلف بين مريض والثاني، يختلف بين شخص والثاني، ما نقدر نعمم على جميع كبار السن، لكن دائما نقول أكثر عن 7 ساعات. ليه 7 ساعات بالضبط؟ لأن في دراسات أثبتت أن الناس اللي في الميدل إيج بالأربعينات وبالخمسينات وبالستينات مثلا اللي ناموا أقل من 6 ساعات بشكل متواصل تزيد فرص إصابتهم بمرض الخرف أو الألزهايمر بنسبة كبيرة توصل إلى 30%. فدائما احنا نقول نفضل ان الناس الكبار تنام ما بين 7 إلى 8 ساعات بشكل يومي. نعم، فأكيد دكتورة، أولا سعيدين بمشاركتك اليوم معنا، وشكرا على الفعاليات التي قمتم بها أمس بخصوص يوم العلم، يعني كانت المشاركة ممتعة، تمنينا لو كنتي ويانا شاركونا. كنت موجودة عندالهم والله ما سمعت صوتك عيل. لا لا، أنا كنت أصور، يعني أسعدتينا وأسعدتيهم يا دكتورة. الله يسلمك. صحيح. فدكتورة، إذا بنرجع لمحور حديثنا، كلنا نعرف أن أسباب الأرق أو قلة النوم يعني تتنوع بين في أمور تكون نفسية أو اجتماعية أو أمور أخرى صحية، فهل يعني هذا يعني يكون موجود لدى مختلف الأعمار؟ أكيد يعني موضوع الأرق النوم والمشاكل النفسية والاجتماعية اللي تأثر على جودة النوم نقدر نقول موجودة في كل الأعمار، فشو المختلف طبعاً. عن يعني شو الشيء المختلف عند كبار السن؟ أوكي، طبعا الشيء المختلف عشان إحنا نفهم ليش كبار السن، طبعا أولا قبل ما أتكلم عن هالموضوع أقول لك اضطرابات النوم لدى كبار السن طبعا من أكثر المشكلات اللي يعانون منها. كل مرضى اللي يمرون علي يقولوا لي ما نرقد في الليل أو نرقد ورقادنا متقطع. طبعا أكثر يعاني تقريبا نصف كبار السن من هذه المشكلة. شو اللي يخليهم يعانون من هالمشكلة؟ لأن طبعا عشان نفهم هالموضوع نفهم إحنا كيف النوم وشو اللي ينظم عملية النوم. اللي ينظم عملية النوم هي الساعة البيولوجية الموجودة في الجسم اللي هي تتحكم في دورة الليل والنهار. هاي الساعة البيولوجية موجودة في الدماغ، في الهايبوثالامس بالذات اللي هي المنطقة المسؤولة عن هاي الشغلة. هذا المركز، مركز الساعة البيولوجية طبعا يتأثر بشغلتين، يتأثر بالإضاءة بالضوء ويتأثر بالأكل. وهذا المركز هو اللي يحفز أو يرسل إشارات عصبية للغدة الصنوبرية اللي هي باينيال جلاند عشان تفرز الهرمون اللي احنا كلنا نعرفه ومعروف انه هو هرمون النوم أو هرمون الميلاتونين. الميلاتونين في الناس الكبار يقل إفرازه، أوكي؟ الميلاتونين بشكل طبيعي عندي وعندك المفروض أنه بالنهار نسبته تكون واطية، في الليل نسبته تزيد علشان هو اللي يبتدي عملية النوم. في الناس الكبار من الأساس هذا الهرمون عندهم قليل، والساعة البيولوجية عندهم أكثر من غيرهم، فممكن تلقينهم ليلهم ابتدى بشكل مبكر، فتلقين الشخص الكبير رقد قبل المغرب مباشرة لأن ساعة البيولوجية تقول للحين استوى الليل، فتلقين رقد شوية عقب ينش. وهذا اللي يصير إنهم يرقدون مبكر لكن عقبها بساعتين ثلاثة ينشون ويتمون يعانون في الوقت اللي الناس كلهم نايمين فيه، هم مو قادرين إنهم to restore أو إنه to bring يبون النوم مرة ثانية عشان يرقدون. طبعا في أسباب وايد مثل ما تفضلتي وقلتي، أسباب يعني أسباب فيزيولوجية تصير نتيجة الإيجينج أو نتيجة تقدم بالعمر بحد ذاتها، في أسباب عضوية، وفي أسباب طبعا يعني الانفايرمنت والبيئة اللي حواليهم. نعم، فإحنا نقدر نقول دكتورة مثل ما ذكرتي الأسباب تتعدد وتختلف، ولكن هل هناك علاجات لكبار السن اللي يعانون من قلة النوم إذا مثلا المشكلة عندهم متفاقمة وكبيرة؟ فهل هناك علاجات معينة تنصحون بها؟ طبعا قبل ما نتكلم عن العلاجات، بس احنا كأطباء لما يجينا المريض ما نعطي دواء على طول، المفروض ان احنا نعرف ليش هذا الشخص مو بقادر انه هو ينام. هل هو الاسباب اسباب عضوية او مشكلات طبية ممكن تأثر على النوم، واللي من اهمها الالام، الام المفاصل بالذات. يعني بالنهار ممكن يكون مشغول في شغلات ثانية، لكن مجرد ما يعني يستوي وقت الليل وقت الرقاد يرجع يتذكر الألم ويمنعه من النوم. هذا رقم واحد. هل هذا الشخص عنده حموضة أو ارتجاع مريئي يخليه ما يرقد؟ فهذا حل بسيط، حل أنه المفروض أنه ما يأكل، يعني يفضل أنه قبل ما يروح الفراش ب3 ساعات تكون آخر وجبة، لا، إضافة لأدوية الحموضة اللي ممكن نعطيها.
هل الشخص ما يرقد لأن عنده كثرة تبول في الليل، لأنه مثلا لو كان ريال عنده تضخم في البروستات يمنعه من النوم، يخليه كل شوية يقوم يصير الحمام لأنه يحس أنه هو ما يعني ما تم إفراغ المثانة بشكل تام. هذا أيضا لعلاج. هل هو شخص عنده مثلا ما يقدر يرقد لأن عنده لما يرقد أو ينام مثلا على مخدة واحدة أو ينام بشكل فلات أو بشكل سطحي يحس بصعوبة في النفس لأن عنده ضعف في عضلة القلب، هاي أيضا لها علاج. هل هو عنده باركنسون أو عنده ألزهايمر بالتالي أصلا دورة النوم عنده متخربطة وينسى أصلا كيف أنه هو ينام، هذا يستوي بعد مرض ألزهايمر. أو المرضى اللي فعلا موضوع بالنسبة لهم وايد مؤلم، مرضى السكري اللي عندهم اعتلال في الأعصاب الطرفية اللي طول الليل عنده حرقان في ريوله، هذا الشخص ما يقدر يرقد. فالأسباب طبعا مثل ما قلت أسباب عضوية، وفي أسباب ثانية ممكن الشخص ما يرقد في الليل لأنه في النهار طول ما هو منسدح وما يسوي شيء تلقينه يغفى، يعني في غفوات متكررة خلال النهار تسبب له أرق في الليل. فغير أنه للأسف أغلب كبار السن اللي عندنا أسلوب حياتهم غير صحي، عندهم قلة حركة، خمول، عدم التعرض للإضاءة. ففي شغلة وايد مهمة احنا ننصح فيها كبار السن انهم يعني على قد ما يقدرون يتعرضون للضوء، لان طول ما هم متعرضين للضوء افراز هرمون الميلاتونين، ما يعني هرمون الميلاتونين اللي اصلا عندهم قليل ما بيشتغلوا، بيقولهم يلا الحين وقت الرقاد، عرفت؟ فكان سؤالك عن العلاج طبعا. صحيح دكتورة، انت ذكرتي ان الموضوع كبير ومتشعب، ويعني ما نقول بس انه كبير السن ما يقدر ينام، اكيد في سبب ليش ما يقدر ينام، وهناك عوامل سلبية تأثر على يعني النوم واسباب النوم عند كبار السن. طبعا شوف لما في عوامل وايد صارت نتيجة التغيرات اللي صارت في حياتنا، صار في وايد اجهزة ذكية، صار في تلفزيون، صار في سمارت فون، صار في وايد أشياء ممكن تخلي الشخص ما ينام. الكواليتي أو نوعية النوم ما صارت مثل قبل لما الشخص خلاص جوا وقت العشاء الناس صلت العشاء ورقدت، هذا الشيء الحين مش موجود. وايد في محفزات، وايد في إضاءة، وايد في صوت، وايد في فشغلة وايد مهمة إن إحنا لما نتعامل مع كبار السن اللي عندهم هالمشكلة بعد ما يعني من الناحية الطبية نعرف السبب، ما نروح على طول للأدوية، نحاول نسوي شيء اسمه sleep hygiene أو العلاج غير الدوائي، بحيث أن احنا نشتغل على الشخص أنه يمارس الرياضة. الرياضة في النهار وايد تساعد الشخص أنه يرقد في الليل، يمارس الرياضة بشكل مستمر، مو يعني مثلا يوم يسوي رياضة ومثلا أسبوع. بس دكتورة يمارس الرياضة يعني وقت النهار ما يكون وقت متأخر؟ طبعا أي طبعا يمارس الرياضة في النهار، يحاول الشخص أن يكون عنده انتظام في يومه. هاي شغلة حتى إحنا لما نعالج مرضى المصابين بالألزهايمر دائما نقول لهم لازم يكون في شيء اسمه ديلي روتين، روتين يومي، بحيث أن الشخص عارف هذا يعني خلاص عنده يومه محدد بالساعات، يعني هالساعة الفلانية ينش، هاي الساعة الفلانية مثلا يتريق، هنا يسوي رياضة، وهذا الوقت اللي يروح. والنظام دكتورة مو بس عشان يعني كبار السن، النظام مفروض يكون طبعاً بحياتنا كلنا، يعني كافة الأعمار بالعكس، يعني طبعاً ترتيب طبعاً جدولنا اليومي والنشاطات اللي نسويها بطريقة يومية، هاي بالعكس عطينا يعني نوع من السعادة والرضا في حياتنا. بالضبط دكتورة، أنت حتى لو تذكرين أيام لما إحنا كنا نسوي أنكول مناوبات ليلية، صحيح، كيف كان يتخربط نومنا، يعني نرجع ثاني يوم حتى مش قادرين نحن ننام في الوقت اللي تعودنا عليه. صحيح. ففكرة فعلا تنظيم النوم، الانتظام في مواعيد النوم والاستيقاظ أو الديلي روتين شغلة وايد مهمة. نحاول أن نحن نقلل من الغفوات في النهار، يعني أنا مثلا لما يجيني شخص أهله يقولوا لي مو ما يرقد في الليل، أقول لهم زي وتبوت النهار، في النهار هو طول الوقت منسدح، هو شبع يعني في النهار ورقد، فعشان كذا اخترب رقاده. عشان كذا دائما احنا نقول دكتوره يعني احنا نهتم بالنوم الصحي، النوم يعني جوده وليس كما، يعني فجوده احنا نقصد بالنوم المتواصل الليلي وليس في النهار. صح صح, صح. لان حتى كثره النوم دكتوره بعد ممكن يعني بعدين يسوون عليها دراسات ان قله النوم اقل من 6 ساعات
ممكن تسبب خرف، وكثرة النوم أيضا ممكن بعد تأثر على القدرات الذهنية. وفي شغلة وايد مهمة، التقليل من المنبهات، تقليل الشاي، القهوة، خاصة قهوتنا العربية اللي الناس يتحسبونها أنها هي خفيفة وما تسوي شيء، لا بالعكس تلقين مثلين ياسين ممكن يخلصوا لك نص الدلة ما شاء الله يعني. فهاي شيء طبيعي. يعني أنت تنصحينهم يعني متى آخر ساعة ممكن يأخذون هال؟ العصر أو قبل المغرب بس. وتقليل شرب الماء إذا كان الشخص هذا يعني مشكلته أنه هو يقوم من النوم أكثر عن مرة علشان يصير الحمام تكرمين، المفروض أنه هو يقلل من السوائل يعني من بعد فترة المغرب. وطبعا يعني هاي اللي احنا نقول عنها سليب هايجين او سليب يعني هاي دكتورة الاساليب اللي انتم تتبعونها قبل ما تبدون العلاج ولا بالضبط يعني تتحاولون في البدايه ان انتم ترتبون نومه بالطريقه هذه فاذا ما فات دكتورة شو تسوون؟ نفهم المشكله الصحيه ونرتب نومه. في شغله وايد مهمه بعد، في شغله احنا نقول للشخص روح السرير فقط لما يكون في كرقاد، يعني وان السرير او غرفه النوم يتم استخدامها فقط للنوم مش لشيء ثاني. عرفتي في ناس تجلس على السرير تتم على تليفون يدرسون على السرير وياكلون على السرير. السرير مفروض انه يكون فقط للنوم. لما نضطر نحن نحتاج ادويه الافضل ان احنا ما نعطي الادويه المنومه اللي تنصرف لكل الناس اللي هي الفاليوم مثلا من نفس جروب الفاليوم. هاي الأدوية البنزودايزيبين دكتورة أنت تعرفينها لدى الناس الكبار امتصاصها يزيد في الدهون، والناس الكبار احنا عارفين تركيبة جسمهم الدهون عندهم أكثر، فبالتالي الشخص لما ياخذ حتى لو حبة أو جرعة بسيطة من هذا الدواء المنوم تلقين تأثيره مستمر، الدواء لازال أكتف شغال وفعال وقاعد يسوي مفعوله في الجسم فترات أطول من الناس الأصغر سناً، لأن تشبع الدواء أو ذوبان الدواء في دهون الجسم يتم فترة طويلة. هذا الدواء يعني جدا خطر، الأدوية المنومة ممكن تسبب سقوط، ممكن الشخص يقوم ويطيح لأنه مدوخ، وممكن تسبب حتى حالة اختناق ليلي اللي هي sleep apnea. فإحنا نحاول على قد ما نقدر إحنا نتجنب الأدوية. في أدوية معينة تنعطى according أو على حسب حالة الأرق، هل هذا الشخص ويحددها الطبيب، يعني هل هذا الشخص مشكلته في النوم انه هو مو قادر يدخل في النوم يعني في البدايه، لكنه لما ينام خلاص يتم نايم متواصل، لكن مشكلته الاساسيه كانت الانيشيشن او بدء عمليه النوم، هذا لادويه معينه. او الشخص اللي ما عنده مشكله يدخل في النوم لكنه بعد ساعتين يكون متقطع، يعني متقطع. او الشخص اللي تلقينا قام يعني رقد عادي دخل في النوم بشكل طبيعي ورقاده كان اوكي لكنه قام قبل الفجر وخلاص صارت هاي العادة عنده أنه ما يقدر أنه هو يرجع ينام، اللي هو صحيان مبكر جدا. وهاي يعني ممكن تكون علامة من علامات الاكتئاب أن الشخص ينام لكنه يقوم وايد مبكر ومع طبعا مع أعراض أخرى. فالمفروض أن احنا نفهم الموضوع ونعطي الأدوية على هذا الأساس. نعم دكتور. مرات نعطي هرمون النوم اللي هو الميلاتونين، ينعطى وسيف ويساعدهم جدا على النوم. نعم دكتورة، هل هناك مثلا تقدرين تقولين لنا نماذج ناجحة شفتي مثلا أشخاص كانوا يعانون ولكن بدون حتى اللجوء للدواء قدروا أنهم يتخطون هذه المشكلة؟ طبعا لما اتخذوا قرار أنهم ما رح ينامون بالنهار واتخذوا قرار أن يكون أسلوب حياتهم صحي وأنهم سووا لهم لنفسهم ديلي روتين يومي يمشون عليه، اتحسن جدا النوم. لما الشخص شوفي آمنة، لما الشخص يقوم اصلا حاط في باله انه هو عنده هدف، هاي شغله وايد مهمه. يعني احنا للاسف الناس الكبار اللي متقاعدين ياسين في بيوتهم ما عندهم شيء يسوونه. لما الواحد يكون عنده تارجت، عنده هدف، انا ابغى اقوم علشان شيء معين، راح يقوم واليوم اللي بعده واللي بعده راح يتحسن الرقاده. فاحنا دائما ننصح الناس انهم يجربون العلاجات غير الدوائيه وتحسين البيئة وتهيئة البيئة المناسبة للنوم أكثر من أن احنا أنهم يضطرون يعتمدون على الأدوية. نعم أيضا دكتورة، سمعت في لقاء مع أحد
مع أحد الأشخاص على التلفزيون قالوا لي أنت الحين في سن التقاعد فخلاص إن شاء الله هالسن أنت بترتاح. ويعني وهو والشخص طبعا هو مدير جامعة سابق وله إنجازات في الدولة, فقال أنا هذا وقت العمل. يقول يعني يقول في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. فقال أنا طول ما أنا عايش في هاي الحياة أنا عندي رسالة, أنا عندي عمل أعمله, فأنا بعمل وبجتهد. يعني لو أنا متقاعد لا تتوقعون مني إن أنا خلاص بستسلم إن وصلت سن التقاعد, لا أنا كل يوم بعمل وبدور لي عمل جديد, لأن هاي سنة الحياة, هذا الشخص خلق لي العمل والاستمرار بالعمل أيضا. بالضبط, وهذه الشغلة اللي إحنا لما نتعامل مع الناس اللي بالأربعينات وبالخمسينات دائما نقول لهم لازم يكون في عندك بلان أو خطة لما بعد التقاعد أنت شو بتسوي. لأني أنا شخصيا شفت ناس يدوب دخلوا مرحلة التقاعد بدون ما يكون عندهم بلان, بدون ما يكون عندهم خطة شيء معين يبون يسوونه, ودخلوا في حالات اكتئاب مرضية. نعم, فعلا الموضوع جدا يزعج, لأن حياتهم تغيرت ونمط حياتهم تغير فجأة. ولكن هناك حتى ناس مرتبطين في شغلهم, ناس دكتورة في شبابهم يخططون. يعني أنا أعرف زميلتي أيضا بعدها ما وصلت للتقاعد الله يذكرها بالخير, أوجه لها تحية زميلتي نورة, تقول لي آمنة أنا مستعدة حق التقاعد, أنا ما بمل, مستحيل أمل, أنا مسويت لي جدول, بروح بزور أمي الصبح بعدين بسوي رياضة وبعدين بسوي كذا. أقول لها نورة يعني بعدش ما وصلتي للتقاعد, تقول بس أنا مخططة, أنا ما بمل, أنا لو تقاعدت في أي وقت أنا مستعدة للتقاعد. جميل إن الإنسان يكون عنده هاي الروح اللي أنا مستعد للمرحلة القادمة من عمري, أنا ما بعيش عمري وعمر غيري, أنا بوصل للتقاعد أكيد بوصل, فلازم أخطط لي هذه المرحلة. عندنا أمثلة لناس كبار السن يمرون علينا المركز كمتطوعين, هم نفسهم كبار لكن هم شايفين أنهم مش عملاء للمركز, عرفتي؟ نعم. مش متعاملين في المركز, هذا جميل. هم شايفين نفسهم أنهم متطوعين, عرفتي؟ فيمرون علينا باعتبار أنه هم أصلاً تلقين الشخص بالسبعين ويمر يزور المركز, بالنسبة لك عمل تطوعي, عرفتي؟ وهذا شيء وايد زين يعني. نعم. وإلى تأثير إيجابي على الصحة يعني. طبعاً. أكيد 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 طبعا أكيد. دكتورة سلوى السويدي استشاري طب المسنين ومدير مركز سعادة كبار المواطنين, دائما الحديث معك شيق وممتع ويطول, ونحن حريصين كل الحرص أن ما يمر أسبوع إلا نتناول مواضيع مهمة تهم أفراد المجتمع, وخاصة يعني تاج راسنا كبار المواطنين والمقيمين أيضا. فنحن سعيدين بمشاركتك دكتورة, وبنترقب إن شاء الله رحلة إكسبو مع كبار المواطنين, نقل لهم عزمون. شكرا لك دكتورة. عزموني لين أمس أبوي يطرش لي صوت على الواتساب يقول لي أنت قلتي ترى, قلت له أنا جادة أنا قلت وأنا عند كلمتي. دكتورة عاد لا تنسينا وإحنا بعد وياكم. هي دكتورة ما كتبي عندنا في حلقة أمس, لازم خلاص دام أخذنا اليوم دكتورة سلوى, ما بتقصر دكتورة سلوى. إن شاء الله بنغطي لكم هذه الرحلة على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في الإذاعة, إن شاء الله تكون رحلة جميلة وممتعة نترقبها مع المستمعين ومعاكم. شكرا لك دكتورة. كلنا بنسير بعد وياكم دكتورة سلوى, مخرجنا بعد نمر محمد يبي ويانا. حياكم الله جميعا. خلاص كلنا عيل نسير, وسعيد المر بعد ويانا. يلا رحلة, مسوي رحلة جماعية لإكسبو. شو رأيك؟ أنا دائما أقول دكتورة سلوى ما شاء الله عليها الفعاليات اللي تسويها لكبار السن وفي مركزكم فعلا ممتعة, يعني صدق يعني أنا أحسهم فعلا يعني يفرحون بها, يعني طبعاً. الله يسعدك يا دكتورة مثل ما تسعدينهم دائما. كبار السن هذا المركز بالنسبة لهم بيتهم, عرفتي؟ باختصار هو بيتهم وإحنا عيالهم. أكيد أكيد دكتورة سلوى. تخيل البارحة يقول لنا شيبة, طبعا سوق الخضرة عدالنا, فيمر علينا إحنا يشرب قهوته عنا ويسألنا شو تبون من السوق. والله ما يقصرون يعني تاج راسنا. أكيد أكيد يا دكتورة سلوى, شكرا لك جزيلا على هالحوار الممتع وشيق. الصراحة ما ودنا نسكر عنك, بس تعرفين يعني وقت البرنامج خلاص. بس حصلنا لك متطوعين دكتورة, حين دكتورة بدرية قالت بتي, ونمر قال في السماعة إنه يبا يتطوع, وسعيد بعد. بنخلي الإذاعة وبني وياكم إن شاء الله. شكرا لك دكتورة سلوى, إن شاء الله نلقاك بحلقات جاية بإذن الله. أعزائي المستمعين, الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لها اليوم من برنامج صحة وسعادة. اتذكروا دائما كم تلتزمون بالإجراءات الوقائية ولبس الكمام, واللي ما أخذ التطعيم بعده ياخذه, ولا تنسون إنكم تشاركون بتحدي دبي للياقة,
واللي ما صار بعده إكسبو 2020 ننصحكم أنكم تصيرون وتستمتعون فعاليات الجميلة. كان وياكم في الإخراج الزميل نمر محمد، وبالإعداد الزميل يوسف سعد، وشاركتني الحلقة اليوم الأخت آمن العلي. هاي تحياتي لكم دكتورة بدرية الحرمي، أتمنى لكم خميس ونيس وإجازة نهاية أسبوع آمن بين أحبابكم، ولين نلقاكم الأسبوع الجاي بإذن الله شو نقولكم آمنة؟ دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.